الكرة باتجاه اللاعب ياسين اللامجد. ياسين عنده الكرة يحاول يتجاوز معز حاز علي درس الكرة خطيرة الكرة خطيرة الكرة العملية ياسين ياسين عنده الكرة يخلي الكرة سمولة فتي يا باش يوزع سمولة فتي يبحث عن الحل تمشي الكرة إلى اللاعب باسم حاجي ما زالت الكرة ما زال اختار جوزيف يضيع طريقة غريبة ماذا يقول الحكم ماذا يقول الحكم وهدف أول يمشي حازم مستوري تقطع الكرة ترجع نجم هذه بالمتلول تبادل الكرات مع أسامة رمضاني واللاعب علاب وعليك ترجع من جديد نجم رضي المتلوي أسامة رمضاني عنده الكرة هجوم لصالح نجم المناجم ياسين اللامجدي ياسين اللامجدي كاد يسجل هدف الأول من الحلول يلعب التماس مع رفيق الله كامرج داخل 18 لعبة حد بن قردين الكرة ويسقط لاعب اتحاد بن قردين وماذا يقول الحكم هو يلعب مع عبا كرة طويلة يبدل اتجاه الكرة لمعز حاج علي معز حاج علي يخلط على الكرة خطيرة الكرة لكن بليل في المكان المناسب بليل السويسي الاتحاد بن قردين اوبا الى السيسي شوقي بفضل شوقي عنده الكرة شوقي طول الكرة في العمق باتجاه وضح الزيدي وضح الزيدي خطيرة الكرة خطيرة خطيرة الكرة لكن الحكم جوزيف جوزيف عنده الكرة ما زالت الكرة صالح اللاعب نجم متلوي تمشي ياسين اللامجدي ياسين داخل منطقة 18 يبحث عن حلول قوية الكرة على مارتين يشدها الحارس حد بن قردين تلعب الكرة اوبا اوبا تمشي الى فخر الدين العوجي فخر الدين باش يلعب الكرة في العمق لرفيق الله كمرجي رفيق عنده الكرة خطيرة الكرة لصالح حد بن قردين لكن تمشي افريقي واللاعب السابق في صفوف اولمبيك سيدي بوزيد تمشي الكرة تصويبة قوية بعيد على مرمى الحارس صالح نجم المتلوي الى الكره سامويل الى اللاعب ياسين المجدي الى سامويل يدخل منطقه 18 خطيره الكره لكن في بالنسبه للمتلوي يلعب الكره على ابو عليك ينفذ خطيره الكره مباشره عند الحارس احمد العبيدي حارس مرمى وضح الزيدي يسقط وضاح مازال محافظ على كورته لكن تقطع الكره بسرعه ترجع من جديد اتحاديه الى وضاح الزيدي في العمق رفيق الكمرجي خطيره الكره خطيره الكره لكن تخرج 5 متر و50 الكره من جديد اتحاد بن قردين شوقي بن فضل يتقدم يربح على مساحات يمرر الى زميله محمد حامد في العمق وين موجود رفيق رفيق خطيره الكره هجومه خطير لصالح الاتحاديين تمشي الكره لكن الدفاع ينقذ الموقف تمشي لصالح أسامة الرمضاني مش ينفذ الكرة تنفيذ الكرة تمشي الكرة خطيرة هدف ثاني لصالح نمر لصالح نجم المتلوي مباراة مهمة من أجل الابتعاد عن المناطق مناطق الخطر في أسفل الترتيب تمشي الكرة إلى بلال أول لاعب ترجع اتحادية عن طريق اللاعب بانجا بريسنيل بانجا يمرر الى وضاح الزيدي يسقط داخل منطقه 18 وماذا يقول الحكم يعطي مبدا الاسبقيه تمشي هاشم عباس افريقي ابن النادي الافريقي تمشي انس ساسي شوقي شوقي عنده الكره شوقي بن فضل طويل الكره مباشره عند اللاعب محمد حامد محمد يدخل منطقه 18 مازال ايوب ايوب في يتقدم قضيه حكم الشرط للتنفيذ يتقدم يلعب المخالفه تمشي الكره لكن رفيق باسم الحاج باسم الحاج يتجاوز اللاعب عميل صغادة تمشي الكرة خطيرة حازم اللامستوري يصوب اللاعب سليفو يصوب وترجع من جديد اتحادية الكرة هجوم بشير الغريني علي الشويني عنده الكرة تمشي أيوب شعبين أيوب أيوب عنده كرة داخل منطقة 18 تمشي الكرة والهدف أول هدف تذليل الفارق بشير